ملاك. انت فاضي فاضي زي العواضي بتاع دم الشباب اللي راح حضر وبتحقق في ناس حاجات ملهاش لازمه. فاضي فاضي يا نائب يا عم اللي جاي من الدور يلي جاي من غير شرعيه اصلا. انت اول فقد الشرعيه انت ورئيس بتاعي. خاصي كام خاصي كام يا نائب يا عم المرس يسقط يسقط حكم المرس. احنا مش عايزين الاخوان الاخوان تلقوه قوم غلط اصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اللي بيقول الاسلام هو الحل. ام الاسلام تسليم من اجار من استجار بك رسول الله صلى الله عليه وسلم اجار من اجار زينب وقال اجرنا من اجار زينب. رجل طلب الجوار واجار ولم تسلمه الان. تسليم الاشقاء لابنين جريمه بحق الدين والله والوطن. يسقط الاخوان ويرحل مرسي. المفروض يمشوا الكلام دول كلهم. رئيس الجمهورية محمد بيه مرسي. الجريمة اللي حصلت امبارح امبارح تعبت بحرقة الخيم من الشناب بتوعك ولا حرام عليك. كانت عاوز تعمل فتنة بين الداخلية وبين الشعب. اسمع يا مدام اتكلم قول له يا سارة دكتورة محمد بيه مرسي كده حرام. تتعامل امبارح بالتعيدة كده حرام. توليع الخيم مش هتتعبكم بحرام. ماشي مش هتتعبكم مش هتتعبكم مش هتتعبكم. اللي كان الاتحاديه ولا في المقطم لا مش عايزينها. عاوزين راجل منكم ينزل التحرير. عاوزين واحد من الاخوان ينزل بالتحرير. ما تعملناش شباب عاوزينكم انتم. ما تعملش فرق. الكنيسه ما تعملش فرق. الجامع ما بيعملش فرق. انا اسف محمد ماشي. الكنيسه بتاعت ربنا والجامع بتاع ربنا. ده مقر عباده ولا مقر عباده. بس ما فيش عنده حد بيصلي العصر وتولع في الخيمه بتاعته ليه باسم مين؟ بشرع مين؟ يا دي كنيسه هتولعوها ودي اسكندريه هتولعوها ودي الكنيسه بتاعت اسكندريه اللي تولعتوها كده حرام. مش عايزين اخوان. نقول له خد الناس بتوعك والنائب العام وامشي. ده كده اخرنا. مش هننتخب حد تاني. هتقول انتخاب مجلس الشعب مالكش عندي غير ده. هو ده الموجود عندي لاي واحد اخواني.